الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية سقوط الأسنان السفلية في المنام للعلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. تفسير حلم سقوط الأسنان السفلى في المنام للعلامة ابن شاهين وابن سيرين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. جاء في تفسير الإمام ابن شاهين أن الأسنان السفلى تشير إلى النساء من أقارب الحالم والرأي من جهة الأم، وبالتالي إذا رأى الحالم سقوط أسنانه السفلى ففي هذا دليل على موت أحد الأقارب من جهة الأم مثل الخال أو الخالة والله أعلم. في حين قال الإمام النابلسي إن تفسير حلم وقوع الأسنان السفلى دليل على الهموم والغم والمرض الذي قد يصيب الرائي. وفي تفسيرات أخرى أتى وقوع الأنياب السفلى على وفاة الجد أو كبير العائلة من جهة الأم، كما جاء في موضع آخر أن وقوع الأسنان السفلى دليل على ما يقوم به الرائي من قطع صلة الرحم بأقاربه من جهة الأم والله أعلم. تفسير حلم سقوط سن واحد، يرى العلامة الإمام النابلسي أنه إذا تساقط سن واحد ففي هذا دليل على انقضاء دين واحد مما لدى الرائي، أو أنه قد يقوم بسداد ديونه كلها دفعة واحدة والله أعلم. كذلك إذا رأى سقوط سن واحد فقد يكون دليل على دين له عند الغير يطلب به، كما إذا كان للرأي زوجة حامل قد يكون سقوط سن واحد دليل على ولادتها اليسيرة لمولود ذكر والله أعلم. تفسير حلم سقوط الأسنان في اليد، إن وجد الرأي سقوط سن واحد في اليد بالمنام دل هذا الأمر على الصلح القادم بينه وبين أخيه أو أحد من الأقارب بعد انقطاع طويل والله أعلم. أما إذا وجد الرأي نفسه يخفي أسنانه بيده بعد تساقطها دل هذا على قوله قول قد ندم عليه والله أعلم. كذلك يرى الإمام ابن سيرين أن سقوط الأسنان بالمنام قد يكون بشرى بمولود ذكر لمن كانت زوجته حامل، أما من كان أعزب أو لم تكن زوجته حامل ففي تلك الحالة إمساك السن باليد دليل على الرزق والمال الوفير. كذلك إذا قام الرأي بجمع ما يقع من أسنانه وحفظه في علبة أو بقطعة قماش دل هذا على خير أو على كثرة النسل أو على الألفة بين الأقارب والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والرسل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.